السلام عليكم. إذا كنت تلاحظ بطء في نمو عضلة من عضلات جسمك، فما هو الحل؟ إذا كنت تريد الحل، تابع الحلقة حتى النهاية. مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بكم في قناتكم قناة توب ماس للمكملات الغذائية وبيع المكملات الغذائية في الجزائر. حبيت أولا نشكركم على دعمكم الخرافي للقناة في الآونة الأخيرة، يعني هناك دعم ملحوظ وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، يعني هذا أقل ما يمكنني قوله، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. كذلك هناك أحبابنا من دولة المغرب الشقيقة، بارك الله فيهم على حسن المتابعة، وكذلك بارك الله فيهم على الدعم. كذلك من المملكة العربية السعودية ومصر الشقيقة، بارك الله فيكم على الدعم. نشكركم كل الشكر على مشاهدتكم للقناة، ونشكركم كل الشكر على دعمكم، خاصة أنه دعم قليل نوعا ما، ولكن معليش بارك الله فيكم. المهم خوتي، كما لاحظتوا حلقة اليوم راح نتكلم فيها على موضوع مهم ومهم جدا، خاصة للمبتدئين. هناك كثير من الناس عندما يلاحظ عضلة من عضلات جسمه بطيئة أو نموها بطيء نوعا ما، واش يعمل؟ يزيد لها في التمرين، يعني إذا كان يمرنها مرة واحدة في الأسبوع يصبح يمرنها مرتين في الأسبوع، وهذا خطأ كبير جدا. خوتي، إذا كان عندك عضلة، نفترض أنها عضلة الأرجل، إذا كانوا عضلات الأرجل عندك بطيئي النمو، ما هو الحل؟ الحل بكل بساطة، خليها شوي ترتاح، خليها ترتاح مع النظام الغذائي، بإذن الله راح تلاحظ الفرق. لأنه العضلة عندما تتمرن عليها بشكل مستمر راح يتوقف النمو تاعها، هذا شيء يعني طبيعي. وهذا الكلام يعني جربته وصرى معايا يعني وقت مضى. نعقل انه في سنة 2015 كنت نتمرن لمدة عام كامل، تخيلوا معي عام كامل، كل اسبوع عندي 4 ايام في الاسبوع نتمرن فيهم بشكل مستمر، يعني 4 ايام في الاسبوع تمرنت لمدة عام كامل بدون انقطاع، 4 ايام في الاسبوع كما قلت. بعد هذا العام كان عندنا يعني وفاة جدي رحمه الله، يعني توفي، فاضطريت اني نسافر لمدة 5 ايام. تخيلوا معايا 5 ايام سافر، بقيت يعني في بيت جدي مع يعني الوجبات، نظام غذائي والراحة، تعرفوا. بعد ما رجعت الى البيت تخيلوا معايا وزني زاد بنسبة يعني ما شاء الله، كنت نحلم ذاك الوزن حقيقة، ولكن بعد هذه الراحة عرفت انه الراحة هي السر، يعني السر هو الراحة. اذا كنت تتمرن بشكل مستمر اعطي جسمك فترة من الراحة مع تناول الغذاء، وراح تلاحظ فرق كبير وكبير جدا، وراح تلاحظ فروقات كنت تتمناها. وماشي الصالة الرياضية هي اللي تعطيك هذه النتيجة، ولكن الاكل والراحة هما اللي يعطيك هذه النتيجة. كذلك خوتي، نقطة مهمة اخرى، خاص البعض منهم عندهم عضلات أرجل ضخمة والبعض الآخر عندهم عضلات أرجل ضعيفة، فتسألت يعني ما هو السبب. وكذلك أنه الأشخاص اللي عندهم عضلات أرجل ضعيفة مع مرور الوقت ومع كثرة التمارين لن يحصلوا على عضلات أرجل ضخمة، ما هو السبب؟ السبب بكل بساطة، رأيت أنه الأشخاص اللي عانوا من ضعف في عضلات الأرجل أنهم يقوموا برفع أوزان كبيرة، وكذلك يقوموا بعدات قليلة، يعني يحط 100 كيلوغرام مثال 100 كيلوغرام ويقوم بعدة أو عدتين ويرجع الوزن، فهذا خطأ. أما الأشخاص اللي عندهم عضلات أرجل كبيرة واش يعملوا؟ يقوموا بوزن يعني ما نقولوش خفيف، ولكن وزن معقول يعني يقدروا يتحكموا فيه، ويقوموا بعدات من 15 عدة إلى 25 عدة على عضلات الأرجل. لماذا؟ لأن ألياف عضلات الأرجل مختلفة تماما عن ألياف العضلات الأخرى، لأن عضلات الأرجل عضلات قوية ونمشوا عليها، يعني هي دائما نمشوا عليها ودائما تبذل طاقة، لأنها أيضا تحمل الجزء العلوي من الجسم ودائما ما عليها ضغط، وهي عضلات قوية وكبيرة. لذلك لكي تحصل على عضلات أرجل ضخمة وتطور فيها بشكل كبير لازم تقوم بعدات أكثر، لا كل ما زدت في العدات كل ما كان عضلاتك أقوى وأكبر يعني حجما، وإذا قللت في العدات فلن يحصل أي تطور على عضلات الأرجل، لأنها عضلات كما قلت كبيرة ولازم لها مجهود كبير، لازم تبذل عليها مجهود كبير لكي تطورها وتزيد في الحجم تاعها. ولهذا كنصيحة خاوتي، عندما تذهب إلى صالة رياضية قم بتمرين على الأرجل بقوة وبشدة، يعني مرنها بكل قوة بكل طاقة، ويجب تحضير لهذا يعني التمرين يعني بوجبات تعطيك طاقة لكي تحصل على الطاقة وتقدر تمرن على الأرجل بكل قوة، لكي بعد ذلك تذهب إلى البيت وتتناول وجباتك وبعدها تعطيها يعني قسط من الراحة لعدة أيام، بعد ذلك راح تلاحظ الفرق بحول الله. وكذلك نصيحة، لا تكثر من التمارين على عضلات الأرجل أو أي عضلة أخرى ضعيفة، أعطيها فترة من الراحة،
أعطيها وجبات وراح تلاحظ كما قلت الفرق بحول الله. وكذلك هناك الكثير من الناس يظن أنه ضعف عضلة الأرجل أو نقص في حجم عضلة الأرجل يظن أو أي عضلة أخرى يظن أنها وراثية، يعني يقول لك هي الجينات نتاعي هكا الله غالب. لا، هي ليست جينات، لأنه لاحظ أنه كثير من لاعبي كمال الأجسام والأبطال كذلك كلهم جيناتهم مختلفة، وكلهم لديهم عضلات كبيرة، وكلهم لديهم يعني عضلة أرجل ضخمة. هي ليست جينات، وإنما قضية تمرين صحيح ووجبات صحيحة وراحة لفترة طويلة. والراحة هي اللي تخلي جسمك ينمو ويزيد حجم العضلات، لأنه الصالة الرياضية ليست يعني ليس في الصالة تنمو، بل في المنزل تنمو العضلة بالغذاء والراحة، هي النمو الحقيقي. لذلك كنصيحة أخرى، إذا كنت تعاني من ضعف في أي عضلة خليها ترتاح ولاحظ الفرق، وخلي لي تعليق إذا كانت عجبتك الحلقة واستفدت منها. ما تنساش لايك للفيديو، أو إذا ما عجبتكش ديسلايك للفيديو. معليش مسامح خويا، وبارك الله فيكم على حسن المشاهدة، ونشوفكم بحول الله في حلقة أخرى. وبارك الله فيكم على الدعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.